تعالوا نتابع مع حضراتكم اخبار الطقس في القاهره والمحافظات مره تانيه مع هاله الحملاوي. بنصبح عليكي مره تانيه هاله، اتفضل. شكرا يا محمد، شكرا يا منى. دلوقتي هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون معتدل نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. مائل الحراره على شمال الصعيد، حر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل للبروده في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. في كمان فرص امطار خفيفه الى متوسطه على مناطق متفرقه وفترات متقطعه على القاهره الكبرى. فرص امطار متوسطه تكون رعديه احيانا على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري. كمان في امطار خفيفه الى متوسطه تكون رعديه احيانا على جنوب الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس، وامطار خفيفه الى متوسطه تكون رعديه احيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن بدانا نلحظ انخفاض في درجات الحراره، ولكن لا تزال الشبوره موجوده وفرص الامطار الخفيفه موجوده، فايه الاخبار بقى والمناطق اللي هيكون فيها يعني النهارده فرص امطار؟ بالفعل يمكن احنا من بدايه الاسبوع ده واحنا بنشهد انخفاضات في قيم درجات الحراره، خاصه فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، وكمان فرص الامطار موجوده معانا في مختلف محافظات الجمهوريه. اليوم هيتعمق المنخفض بشكل كبير، بالاضافه كمان ذات منخفض جوي ايضا على سطح البحر المتوسط هيعملوا على حاله من التقلبات الجويه وخاصه على المحافظات الساحليه. فمتوقع اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وكمان السحب الرعديه، يمكن بدات بالفعل خلال الساعات الماضيه على بعض المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، لان متوقع اليوم امطار متوسطه قد تكون رعديه احيانا على بعض الاماكن في سواحلنا الشماليه، مرة طبعا مطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي كلها معرضه لامطار متوسطه وممكن تكون امطار رعديه على فترات متقطعه من اليوم. تمتد الامطار بكميات اقل للمناطق الداخليه، فمتوقع امطار خفيفه الى متوسطه على بعض الاماكن من مدن القناه، بعض الاماكن من وسط سيناء، بعض الاماكن كمان من محافظات جنوب الوجه البحري. تمتد الامطار خفيفه المناطق من القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، فاغلب المحافظات من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وبعض المناطق كمان من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر هتشهد سقوط امطار متفرقه وبشكل عشوائي من محافظه للثانيه، وايضا الامطار هتكون امطار رعديه. بالنسبه لدرجات الحراره كمان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا، فهيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار وايضا خلال فترات الليل. اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى خلال فترة النهار 26 درجة مئوية، فبالتالي أجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حر على جنوب الصعيد فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هتحس بانخفاض درجات الحرارة، لكن هيكون محسوس أكثر في ساعات الليل المتأخرة اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية. ونأكد تاني إن الليالي اللي جاية هيكون فيها مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل. كمان اليوم بدأ يبقى معانا نشاط للرياح، الأيام الماضية كان نشاط رياح هزي وما كانش موجود في معظم المحافظات، لكن اليوم هيكون عندنا نشاط رياح في معظم محافظات الجمهورية. نشاط رياح ده سرعته ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، هيخلينا حاسس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في محافظات الجنوب الشمال وجنوب الصعيد على فترات من اليوم باذن الله. كمان نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، ارتفاع الامواج ما بين 2 الى 3.5 متر على البحر المتوسط اليوم غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بالنسبه للشبوره المائيه هي ما زالت ظاهره جويه معانا فتره الصباح الباكر، لكن هي كثافتها قلت عن الايام الماضيه، لكن ما زالت موجوده طبعا وبتاثر على الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مستمره لامتى يا دكتوره منار الشبوره المائيه؟ مستمره لامتى؟
هي الشبوره المائيه للاسف ظاهره جويه مؤثره معانا خلال الايام المقبله، يمكن لبدايه الاسبوع المقبل يمكن نكملها معانا كمان، لان دايما كثافه الشبوره المائيه بتزيد معانا فصل الخريف وفصل الشتاء باختلاف الايام طبعا بتختلف من يوم للتاني كثافتها، لكن هي مكمله معانا خلال الايام المقبله على الاقل المنتصف الاسبوع القادم، وبتاثر على الرؤيه الافقيه بشكل كبير. فعشان كده احنا لازم ننصح كل الساده المواطنين النهارده فتره او على مدار اليوم كله، لان هيكون في تساقط الامطار اثناء تساقط الامطار وخاصه على المناطق الساحليه او المناطق الموجوده في شمال الوسط البحري، لازم نبتعد عن اعمده الاناره شكل الكهرباء، نروح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع المباني المتهالكه، مهم كمان تكون القياده بالسوق تام اثناء تساقط الامطار على الطرق او حتى كمان مع وجود الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر. وطبعا لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، لان احنا خلال الايام المقبله هيستمر معانا انخفاض قيم درجات الحراره، يمكن لحد مطلع الاسبوع اللي جاي هيكون في انخفاض قيم درجات الحراره وخاصه فترات الصيف، لازم نتجه بقى نلبس الملابس الخريفيه ونتخلى تماما عن الملابس الصيفيه. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى 26 والصغرى 20، وفي العاصمة الإدارية 27-19، الإسكندرية 25-19، والعلمين الجديدة 25-18، مطروح 24-16، ودمياط 25-21، بورسعيد 26-23، والإسماعيلية 27-19. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20، في العريش 24-17، كاترين 25-12، وطابة 31-20، حلايب 27-24، وشلاتين 32-25، شرم الشيخ 32-23، والغردقة 32-22، في الفيوم العظمى 27 والصغرى 17، أما في بني السويف 27-18، الوادي الجديد 31-21، وأسيوط 29-18، سوهاج 30-19، وإنا 31-20، الأقصر 31-21، وأسوان 33-22. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لمنة ومحمد ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هنا.